أهلا من جديد. بخطوات واثقة تسير أعمال مشروع تطوير العوامية جنبا إلى جنب مع تفاؤل كبير بين سكان البلدة، خصوصا مع توليد المشروع وهو في خطواته الأولى وظائف كثيرة لأبناء العوامية. اليوم مشاهدينا وبعد مرور 6 أشهر تجاوزت نسبة الإنجاز هذا في المشروع أكثر من ثلث حجمه النهائي وسط تزاحم أكثر من 700 بين مهندس وعامل وفني، كلهم يعملون على مدار الساعة. ورشة عمل على مدار الساعة في العوامية منذ 6 أشهر يعمل مصطفى العوض أحد أبناء البلدة في هذا المشروع، والذي تمكن من توظيف عدد كبير من أهالي العوامية. طبعاً أنا من أهالي العوامية وأشتغل في هذا المشروع، والمشروع ولله الحمد يعني فتح وظائف برضو إلى الشباب، وعندنا في المشروع تقريباً 15 واحد من الأهالي المنطقة سواء من العوامية أو القطيف أو السنابس شغالين معنا. ساهم مشروع تطوير وسط العوامية بخلق وتوفير الوظائف لأبناء بلدة العوامية منذ اليوم الأول منذ انطلاقته. المشروع الذي أصبحت ملامحه ظاهرة في البلدة ينتظره السكان بكثير من التفاؤل. والله راح يكون مشروع جدا ممتاز وراح يحيي المنطقة بالكامل. المشروع هذا اللي حطوه مشروع ضخم جدا وممتاز جدا. المشروع بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من الثلث، فيما وعدت أمانة المنطقة الشرقية بأن العمل سينجز في الموعد المحدد. الحمد لله العمل تم جدا سهولة وسلس، وتأثير ضئيل جدا على الشوارع المحيطة وعلى السكان، والعكس لقينا تعاون كبير من سكان المحافظة. وينتظر سكان العوامية أن يتحول المشروع لأكبر منصة في المنطقة الشرقية لدعم الثقافة والموروث الشعبي، وأن يفتح آفاقا هائلة للاستثمار والتوظيف. عوض الفياض، MBC العوامية.